في زنزانة انفرادية، نصف بابها من الحديد والنصف الآخر من القضبان. من بعيد أرمق السيد عقيل جالس واضعا يديه هكذا لا يتحرك من مكانه، أخاطبه أناديه ولكنه لم يتحرك. لما كنا أعلم ماذا فعلوا به، حتى عرفت بعد أيام عندما استطاع أن يجمع قواه ويجمع روحه التي أرادوا أن يحطموها. وقف وناداني وقال لي: لا تعلم، لقد صعقوني بالكهرباء في المناطق الحساسة لأيام حتى انسلخت تلك المناطق واخضرت ولا أستطيع الوقوف. جهاز من الإرهابية والبلطجية يقودهم الديوان الملكي. إنهم قطعان، ليسوا عددهم قطعان، فرق مسميهم بفرق الموت، يختطفون الشباب ويعذبونهم ويلقون بهم في الشوارع. كانوا يتلذذون، حدثت السيد عقيل، كانوا يتلذذون وهم يرونه عاريا دون ملابس. هذا السيد الجليل عاريا دون ملابس يصعق بالكهرباء ويمرغ أنفه رغما عنه. أيام التحقيق كانوا لم يحققوا معنا، تعلموا جميعا لم يحققوا معنا في تلك التهم الباطلة التي كتبوها على الورق، حققوا معنا انتقاما في أعمالنا التي تناهض بلطجتهم وجبروتهم الزائف. أرادوا أن يحطموا أرواحنا، كانوا يتباهون بأنهم أسكتوا الشارع وأسكتوا الجماهير وأسكتوا الشباب الذي يطالب بحقوقه. يأتون إلينا ليل نهار ويقولون: أيها الخمة، لقد قضينا عليكم وكسرنا شوكتكم ومرغنا أنوفكم في التراب ولا يوجد إطار يحترق في الطريق. هيهات من ند الله، لقد عمدوا إلى السنجيس، ذلك البطل الذي تأبى روحه الخضوع، عمدوا إلى إيذائه في داخل تلك الزنزانة تحت الأرض، عندما سلبوه عكازيه ليبقى جالسا طول الوقت ليلا نهارا لا يتحرك من مكانه. لقد عمدوا إليه ليرغموه ويحطموا روحه، لقد عملوا بكل قوة لا لينهكوا الجسد ولكن ليحطموا الأرواح. الموت لا الخليفة، أيها الشعب الأمين، أيها الشعب الصابر المحتسب، بالله عليكم أخبروني أين سيجد العطور شعبا كشعب البحرين؟ أين سيجد العطور نفوسا كنفوس أبناء البحرين؟ أين؟ لن يجدوا مثلنا، ولكن ربنا
أبدلنا بمن هو خيرا منهم وأبدلهم بمن هو شر منا يا رب العالمين. أيها الشاب الأبي الصابر المحتسب، سأتلو عليكم بعض فصول الإرهاب والمعاملة الحاطة بالكرامة التي تعرضنا لها. لم نخشى الصيار، لم تؤثر فينا الضربات، لم يؤثر فينا العنف والركلات، لم تؤثر فينا الصفعات، ولكن عندما حاولوا أن يذلوا أرواحنا تأثرنا، عندما حاولوا أن يكسروا نفوسنا ويرغمونا على أفعال حاطة بالكرامة بكينا في صمت، بكينا في ألم ووجع، ونادينا الله في غيابة السجن: يا رب العالمين انصر الشعب، وإن كنا قربانا فسنبقى خلف القضبان. لم نكن نعلم أن ثمة منهم أغلى منا يقدمون أرواحهم في الطرقات ويتعرضون للرصاص، لأنهم منعوا عنا الزيارة وعتموا علينا ولم يسمحوا لأي خبر أن يصل إلينا. إخوتي، علمنا بهذا الميدان قبيل يوم من الإفراج عنا وتحريرنا من سجونهم الظالمة، عندما فتحت السيارة من جديد وذهب أحد الإخوة وهو المهندس العزيز عبد الأمير العرادي إلى الزيارة صباح يوم الاثنين باكرا في الساعة 7، رجع إلينا مدهوشا، لم يتحدث، صمت خوفا من أن يمنعوه من الحديث. دخل إلى العنبر، عنبر السجن، وكنا ننتظر لا أعلم ماذا حدث في الخارج، نعرف أن ثمة من طوارئ في الطريق في السجن، وننظر بأن الجلاوز والجلادين يعملون ليل نهار، ولكن لا نعرف ماذا يحصل. دخل عبد العمير فماذا قال؟ فليسمعني الجميع، خاطبني لأنه كان معي في غرفة، خاطبني: ارفع راسك، فقد قدم الشاب كوكبة من الشعراء. بالروح بالدم نفديك يا شهيد، وقفت مدوشا، قتلتني الدهشة، كنت أريد أن نسمع الكثير. فثار العنبر وثرنا بالصراخ والهتافات، لم نبالي في ذلك الوقت. أحد الأخوة وهو سهيل مسجون معنا، انتزع نافذة من مكانها وعطمها، ضربنا الأبواب، نادينا: لا نأباكم، لا نخشاكم، افعلوا ما تريدوا أن تفعلوه، حتى وإن استشهدنا في داخل الطوامير لن نخشاكم، لقد انتفض شعبنا الأبي، انتفض شعبنا الأبي، يسقط من أجل البحرين جهاز الإرهاب الوطني. إخوتي الأحبة، أخواتي الكريمات، أيها الشعب الأبي، الشعب الأبي، يطول المقام والإخوة لديهم فقرات كثيرة، وسوف أترك كل أخ من الذين كانوا معي في سجن غوانتنامو وأبو غريب ليتحدث عن مأساته وما حصل له، لأننا لم نستطع أن نبوح لبعضنا البعض حيث كانوا يفرقوننا عن بعضنا البعض. ولكن فليكن أي شيء لا يمكن، لا يمكن، وليسمعني الجميع، أن نقبل أو أن يقبل الشعب بوجود جهاز الإرهاب الوطني
لن نقبل يا عيسى النعيم أيها الجلاد فلتسمعني، لن نقبل يا عيسى النعيم يا مهندس الإرهاب، لن يقبل يا مهندس الإرهاب الآخر خليفة الخليفة رئيس الجهاز بأن يبقى هذا الجهاز. فإذا بقى هذا الجهاز أيها الإخوة لن يسلم أبناؤنا وإخوتنا وأحبتنا على أرواحهم. فلقد لاحظناهم ورصدناهم وعرفنا أنهم جهاز من البلطجية والإرهابية ومطلقي اليد وينتظرون الأوامر للتنكيل والضرب والتعذيب، ولكن نحن لا نخشى هذا ونعرف بأن الدم سيرهقهم وإذا سفكوا الدم سيزلزلهم. تحيتي لكم ولتبقوا صامدون في هذا المكان، صامدون 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 صامدون. مزهى عباس البربوري أم محمد الرجاء الدواجر عند النخلة 17 زوجها بالانتظار.